بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، وجوز وصولها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رحمه الله: استحضر عقوبات المعاصي قبل أن تقع فيها. فكر، العاقل يفكر في العواقب ولا ينظر إلى اللذة العاجلة، إذا كان فيها لذة ما ينظر إليها دون نظر إلى عاقبتها. فإذا تذكر الإنسان عقوبات المعاصي تجنبها، وإنما يقع فيها إذا غفل عن عقوباتها وعما تؤول إليه. والله جل وعلا بين عقوبات المعاصي لأجل أن العاقل ينفر منها. نعم. وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. نعم. فمنها الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار. نعم، هذا أعظم العقوبات، عقوبة القلب، لأن الله يطمس عليه بسبب المعصية ويسلب فائدة السمع والبصر، يصبح الإنسان كالحيوان ينظر ولكن لا يبصر، ويسمع لكنه لا يعقل، إنما تكون حواسه مثل حواس البهائم، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ليس معنى أنهم ما يبصرون ولا يسمعون ولا يفكرون، بل إنهم لا يسمعون سماعا ينفعهم، ولا ينظرون نظرا ينفعهم، ولا يتفكرون تفكيرا ينفعهم، لأن هذه الحواس سلبت منافعها العظيمة، أصبحت مثل حواس البهائم، يبصر الطريق، يبصر الفتن والشرور، ويسمع الأغاني والمعازف والمزامير، لكن ما يسمع القرآن ولا يسمع المواعظ، والتفكير إنما يفكر بشهواته العاجلة ولا يفكر بالعاقبة وما يؤول إليه. نعم. فمنها الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار. الختم على القلوب والأسماع، حيث أنها تسلب منافعها فلا يستفيد منها، والغشاوة الغطاء الذي يكون على القلب حيث لا يصل إليه النور، محجوب. نعم. والإقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها وغين عليها. كل هذه آفات القلوب، الأقفال والأكنة والختم والران، كلها من آفات القلوب، وهي درجات والعياذ بالله، بعضها أشد من بعض. نعم. والطبع عليها، كذلك الطبع عليها، طبع الله على قلوبها. نعم. وتقليب الأفئدة والأبصار. تقليب الأفئدة يعني القلوب والأبصار، فلا ينظر إلى الأشياء ولا يستفيد منها، ويأتي على قلبه بعض الأشياء لكن لا يفكر فيها تفكير النافع. نعم. والحيلولة بين المرء وقلبه، كما قال تعالى:
اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني فلا يستفيد من قلبه ولا يفكر فيه تفكير النافع. نعم. وإغفال القلب عن ذكر الرب. إغفال القلب، نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما يلتفت لذكر الله أبدا ولا يأتي على باله، وإنما هذيانه وكلامه كله فيما يضره. نعم. سنة. وإنساء العبد نفسه. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا نسي العبد نفسه ماذا يبقى له؟ نعم. وترك إرادة الله تطهير القلب. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذه عقوبة. نعم. وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أو في قراءة حرجا، كأنما يصعد في السماء، لأن الذي يرتفع إلى الأجواء يضيق صدره من الهواء، ما يكون الهواء مناسب ولا مطابق مثل الهواء اللي على الأرض. هذا من باب التشبيه، من باب التشبيه. نعم. وصرف القلوب عن الحق. نعم. فلا تريد الحق، وإنما دائما يريد الباطل ويميل إلى الباطل، هذه عقوبة. نعم. وزيادتها مرضا على مرضها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني يزداد المرض في قلبه، المرض المعنوي ما هو بالمرض الحسي. قد يكون قلبه من ناحية الصحية من أقوى القلوب صحيا، ولكنه من ناحية البصيرة يكون لا فائدة فيه، لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم. وإغكاسها وإنكاسها. نعم. بحيث تبقى منكوسة. نعم. كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج إزرق. أركسوا بما كسبوا، يعني أنهم الله جل وعلا عاقبهم بالركس والإركاس. نعم. بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة. الإركاس أنه تقلب قلبه، يا مقلب القلوب. نعم. أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهي. الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر. هذا قلب المؤمن. نعم. فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف. مغلف، ما يجيه نور ولا هداية. نعم. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. نعم. وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. نعم. المنافق ادعى الإيمان ولكنه يفطن الكفر، قلبه منكوس. نعم. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. هذا المؤمن الذي فيه نفاق مؤمن، وما هو منافق خالص، هو مؤمن لكن عنده شيء من صفات المنافقين، هذا فيه مرض وفيه صحة، فهو لما غلب عليه. إن كان غلبت عليه الصحة والإيمان سلم، وإن كان غلب عليه النفاق هلك. نعم. ومنها التثبيط عن الطاعة والابتعاد عنها. نعم. من عقوبات المعاصي أن الله يثبط الإنسان عن الطاعة عقوبة له، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني المنافقين، تأخرهم عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هذا قضاء وقدر من الله لحكمة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه هي الحكمة في أن الله ثبطهم لئلا يضروا المسلمين، يضرون المسلمين بالإيقاع بينهم والنميمة والغيبة وتثبيط المسلمين عن قتال العدو وإلقاء الشبهات، فالله حبسهم رحمة بالمسلمين وعقوبة لهم هم
كره الله انبعاثهم يعني خروجهم معكم فثبطهم. نعم. ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم. نعم. أبكم لا ينطق به. نعم. أعمى لا يرى. صم بكم عمي. ثلاثة آفات. ثلاث آفات. صمم لا يعني ما يسمع القلب. ما يسمع للحق. صمم مثل صمم الأذن. بكم ما ينطق بالحق. إنما كلامه في الباطل. عمي يعني لا يبصرون البصيرة النافعة، التفكر في مخلوقات الله والاتعاظ والاعتبار. نعم. فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. أي نعم. الأعمى ما يستطيع، ما يستفيد من الألوان والمناظر الجميلة، كل واحد عنده فيه لأنه في ظلمة ما عنده بصر. نعم. وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمي للقلب. نعم. بالذات والحقيقة. نعم. وبهذا يعلم أن الصمم والبكم 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 وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمي للقلب والعمى. صلى الله عليه. وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية. نعم. إذا عمي القلب عميت الجوارح، لأن الجوارح تابعة للقلب، هو الذي يحركها، والقلب هو الأصل. نعم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يمرون على مواطن الكفرة وما حل بهم على ديار ثمود، ولا يروحون لها إلا من باب التعظيم والحضارة، يقولون هذه حضارة ورقي عندهم، ما يقولون هؤلاء كفار وعاقبهم الله وأخلى مساكنهم منهم تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ما يعتبرون هذا الاعتبار، إنما ينظرون إليها نظرة التعظيم وأن هذه حضارة وأن هذه رقي وآثار إلى غير ذلك. نعم. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى. قد يكون أنه بصره قوي يرى الهلال لكن ما في قلبه بصيرة، ما في قلبه بصيرة، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. فالعمى عموان، عمى للبصر، هذا سهل، هذا يحصل للمؤمن والكافر والتقي والفاجر، أما عمى البصيرة هذا ما يحصل إلا للأشقي. نعم. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج، وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. نعم. ليس على الأعمى حرج، أي شوف يعني حرج في أنه يخرج للغزو، ما كلفه الله لأنه ما يبصر، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء فيهم آفات منعتهم من الخروج للجهاد، ليس عليهم حرج. نعم. أعد. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج. نعم. وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، ما ضره عماه، عمى بصره ما ضره، لأن عنده بصيرة وقلب حي. الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم لما أعرض عنه، لما جاء يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأكابر قريش حرصا على إيمانهم وتألفهم، جاء عبد الله يسأله فالرسول أعرض عنه لأنه مشغول بهؤلاء، الله عاتبه على ذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى عن كفار قريش فأنت لهم تصدى، أنت له تصدى فاستقبله وما عليك ألا يزكي، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا عتاب من الله عز وجل
لنبيه فيما جرى لعبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، اللي جاي الراغب ومقبل هم مثل المعرض المستكبر. نعم. وإنما المراد أن العمل التام على الحقيقة هو عمل القلب. نعم. حتى إن عمل البصر بالنسبة إليه كالأعمى. وإنما المراد أن العمل التام على الحقيقة هو عمل القلب. نعم، العمل التام هو عمل القلب. أما عمل البصر قد يكون الإنسان أعمى البصر لكنه أحذق من المبصرين، وهذا الشيء معروف في الأكفة أنهم أحذق من المبصرين، ما ضرهم عمل بصر، عمل بصر ما ضرهم، إنما الذي يضر هو عمل قلب، هذا هو الذي يضر الإنسان، يكون قلبه أعمى ليس فيه بصيرة. نعم. حتى إن عمل بصر بالنسبة إليه كالأعمى. نعم. حتى يصبح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة ليصرع الناس، إذا صارعهم قوي في بدنه، إذا صارع أحد يصرع، ما هو هذا هو القوي، القوي الذي يقوى على نفسه يصرعها عن هواها وعن غيها، تغلب عليها، هذا هو القوي، أو هذا الشديد هو الشديد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له ويتصدق عليه، ونظائره كثيرة. نعم، المسكين حقيقة هو اللي فقير ولا يستحي، ما يسأل الناس ولا أحد يفطن له، أما اللي يسأل الناس هذا يمشي حاله، يأخذ من هذا فلس ويأخذ من هذا لقمة ويأخذ من هذا، يمشي حاله، يأخذ من هذا ثوب يمشي حاله، لكن المشكلة اللي محتاج ولا يسأل ولا أحد يدري عنه، هذا هو اللي ينبغي أنه يحرص عليه ويبحث عنه في الصدقة. نعم. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم. نعم. ومنها الخسف بالقلب. نعم. كما يخسف بالمكان وما فيه. نعم. فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والغذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأمور. هذا الفرق، فرق القلب المؤمن البصير يرتفع إلى معالي الأمور، يبحث عن الأمور الشريفة والطيبة، وأما القلب المخسوف هذا يبحث عن القاذورات والمفاسد والشهوات المحرمة، هذا مخسوف. نعم. ينزل. نعم. كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأمور من الأعمال والأقوال والأخلاق. وقال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. نعم، منها ما يجول حول العرش، يعني يرتفع ويطلب الأمور الطيبة، ومنها ما يدور حول الحش، يعني محل قضاء الحاجة والحمامات والقاذورات. نعم. ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة. نعم. ويصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. نعم، يمسخ بمعنى أنه تغير حالته، هو يمسخ صورته، لا يمسخ إدراكه فيصبح لا يدرك. نعم. فمن القلوب ما يمسخ على خنزير لشدة شبه صاحبه به. نعم. ومنها ما يمسخ على قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير،
ومنهم من يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من الطاووس في ريشه يعني يكون فيه كبر. نعم. ومنهم من يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب تغوغ كغوغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان، كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة بمسخهم قردة وخنازير. يعني وإن لم تمسخ صورتهم الظاهرة، لكن تمسخ صورتهم المعنوية، يكون طباعهم طباع الخنازير، طباع الحمير، طباع الكلاب، طباع السباع العادية. نعم. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ، وقلب مخسوخ به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور يستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. نعم. ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته، يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نعم. ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع، جزاء الله سبحانه وتعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله ويسخرون منهم سخر الله منهم، نسوا الله فنسيهم. هذه مقابلات باب الجزاء، باب الجزاء، الجزاء من جنس العمل. نعم. ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع، واستهزاءه بالمستهزئ، وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، انتكاس القلب. نعم. فيصبح ما يميز، يرى الحق باطلا والباطل حقا، لأن قلبه منكوس. نعم. ويفسد ويرى أنه يصلح، ويفسد ويرى أنه يصلح. نعم. لأن قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فهم يسمون الإفساد إصلاحا لانتكاس قلوبهم. نعم. ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على كل الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه، وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجب القلب حجبين: الحجب الأول في الدنيا، فلا يذكر الله ولا يحب الله عز وجل، ينصرف عن الله كليا، وإنما همه في شهواته ورغباته وما يحصل له من مطامعه، هذا همه، هذا حجب، حجب عن الله عز وجل. الحجب الآخر أشد، وهو في الآخرة، المؤمنون يرون ربهم ويتلذذون برؤيته، وهذا محجوب عن ربه لا يراه، كما حجب عنه في الدنيا حجب عنه في الآخرة. المؤمنون كما أنهم رأوا ربهم في الدنيا بعين بالبصيرة، لا بعين البصر، وإنما رأوا ربهم بالبصيرة، عرفوه سبحانه وتعالى، كذلك يرونه يوم القيامة عيانا، يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما أنهم رأوه ببصائرهم في الدنيا. نعم. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم، فيصل إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها، وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم، فتصل القلوب إليه، فتفوز بكرامته، بقربه وكرامته،
فتقر به عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وبين ربهم وخالقهم، ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة في ضنك في الدنيا، وضنك في القبر، وضنك في الآخرة، دائما في ضنك. إيش السبب؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فذلك اليوم تنسى. نعم، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقد فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة. ولذلك تجد الذي لا يذكر الله تجده ضيق الصدر، تجده مقطب الجبين، تجده يكره من حوله ولا يرتاح، ضنك في ضنك. الذي يذكر الله تجده في راحة، تجده في لذة، وتجده في انبساط بسبب ذكر الله عز وجل. هذا في الدنيا. في القبر والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وحرها، ضنك. والمؤمن يوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويفرش من الجنة ويأتيه من ريحها. نعم. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم. وإن كان عنده أموال الدنيا فإن قلبه في ضنك. تجد الكفار الآن عندهم من أمور الدنيا، لكن تجدهم في ضنك. منهم من ينتحر، كثير منهم ينتحرون لأنهم في ضنك ولا يتلذذون بما أعطاهم الله من متاع الدنيا. المتعة متعة القلب، ما هي متعة البدن. نعم. نعم. حنوط الطيب، الحنوط الطيب اللي يجعل مع الميت. المؤمن يؤتى بحنوط من الجنة، بطيب من الجنة، والكافر يؤتى بخبث من النار. نعم. ونتن من النار. نعم. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب. تجد هذا عنده أموال عظيمة وأرصدة ضخمة، لكنه ما يتلذذ ولا ينشرح صدره ولا يطمع، في قلق. وتجد هذا فقير ما عنده شيء لكنه مقبل على الله، تجده في راحة وفي لذة ونعمة ورضا عن الله عز وجل. نعم. وفي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. لا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم. وإنما تتوارى عند سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. نعم. إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو. فسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا سكر في عسكر الأموال. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه، وهو القرآن. ذكر الله هو القرآن، العمل به وتدبره. نعم. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا. نعم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
فلنحيينه حياة طيبة. نعم. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. حياة الطيبة في الدنيا راحة ولذة ونعيم وسرور وبهجة، وإن كان ما عنده شيء من الدنيا. نعم. كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فيؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. أول النعيم أنك تحصل ما تريد من الشهوات، النعيم من قلبك يكون في راحة وفي طمأنينة وفي بهجة وسرور. نعم. وقد قال بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الملوك على كراسي وعلى خيل وعلى مراكب فخمة، لكن قلوبهم في ضنك، قلوبهم في ضنك. وأما المؤمن فهذا هو الملك في الحقيقة، هذاك مسكين، هذا هو الملك في الحقيقة، هو الذي استفاد من دنياه وآخرته. لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يريدونه، لأنهم يريدون أن ينالوا حظهم، لكنهم ما يعلمون، ما عندهم بصائر. نعم. وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال الآخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا طاعة الله عز وجل، وجنة الآخرة جنة النعيم. نعم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال: ما بين بيتي ومنبري أرض من رياض الجنة. نعم. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني ما تظن أن هذا بس في الآخرة، لا تظن أن هذا في الآخرة فقط. الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. دورهم الثلاثة: دار الدنيا ودار القبر ودار الآخرة. نعم. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم. وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر ربه، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد. يكفي نقل عندها قلب السليم، خليك مع نبدأ من القلب السليم.